كيف تصل إلى حلاوة الإيمان؟ عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. لمشاهدة الجديد دائما يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتسجيل الإعجاب وإبداء الملاحظات والاقتراحات في التعليقات.